احلى حلقه في رد الجميل بالنسبه لي والله النهارده، عشان جاي افتكر اخويا وصاحبي محمد عبد الوهاب. وانا احلى يوم في عمري ده والله يا كابتن. قبل الوفاه بيومين هو قاعد معايا قال لي ايه، وكان يعني ايه الكلام اللي قاله، حكى لي حكايه قبل الوفاه بيومين. هو كان حزين على كان احمد وحيد. احمد وحيد أيوه. اداني يومها قال لي افتح تليفونك عايز ابعت لك حاجه، وبعت لي صوره مريم. قال لي خلي الصوره دي عندك صدقه، لو ربنا توفاني في اي يوم يبقى دي كانها صدقه على روحي. فلقيته كان يومها زعلان، قلت له حاضر وهحفظها كمان. قلت له بس مش ناوي بقى تتجوز وتخلف لنا مريم، فانا حبيت اضحكه بقى شويه بعد ما كان زعلان على احمد وحيد، فبدا يضحك ويفك. فمن يومها دايما القعده دي عمري ما بنساها. ربنا يخليك. واحنا بنتمشى من شويه عشان نيجي نقعد في القعده الحلوه دي، كنت بحكي لك حكايه قبل الوفاه بيومين لما هو كان زعلان على زميله احمد وحيد اللي توفى في حادثه، وكان زعلان وبعت لي صوره مريم على التليفون وقال لي خليها عندك دي صدقه على روحي لو ربنا توفاني في اي وقت. حتى انا وقتها حبيت اهزر معاه وقلت له طب ما تشد حيلك يلا واتجوز. ده هو اللي كان في السنه دي يا كابتن بعد ما خلصته بطولة ايه؟ البطولة الافريقية باين؟ بطولة افريقيا 2006 هنتكلم عنها دلوقتي. جه وقال لا انا لازم اتجوز اليمن ده. وانت شجعتيه وقتها؟ وقلت له يا ابني طيب نقي اللي انت عايزها يا محمد واتجوز. طب ما اليوم اللي احنا مستنينه ده. قال لي بس دوري. يعني هو كلفك بالموضوع. يمكن انا انا من ناحية وانت من ناحية يمكن يتجي على ايديك انت. يمكن رزقي يجي على ايديك. يا ابني انا ما اعرفش والكلام ده. قال لي لا بس دور. واحنا قاعدين بقى في وسط الغيط هنا وسط الزرع، كان بيشتغل بايده في الزرع؟ كان بيساعد ابوه. ايوه بيشتغل بايده في الزرع. وكان بيذاكر برضه هنا؟ كان بيذاكر ساعات يبقى عنده امتحان ولا حاجه وابوه يقول له لا لازم تروح الغيط ياخد كتب يروح بتاع. جايب الكتب وجاي.